التلفزيون الآن. مرحبا، ضيفت اليوم بالتحدي مع أمل. هي شخصية مغربية محبوبة جدا على السوشيال ميديا، مع أنها أوقات بتعمل جدل، بس الأكيد أنه هي حدا كتير مهضوم وقريب للقلب. ضيفتي هي سارة أبو جاد. أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبتي أمل. سارة، أنا كتير مبسوطة أنك أنت ضيفتي ببيتي على الرغم من المسافات اللي بيناتنا. حتى أنا فرحانة كتير مبسوطة. جاهزة للتحدي مع أمل؟ يس، جاهزة موجودة. سارة، أول سؤال بدي أسألك إياه، عم بسأله لكل ضيوفي. سارة أوكي. أبو جاد، أنت ليش مشهورة؟ والله انا ما في الاول ما كانش سيتي با بروغرامي، زعما ما كانش مبرمج انني نشهر او نكون مشهوره. الشهره جات بوحدها، اجت لحالها. حاسه بديك الترجمه. الحمد لله انا في الاول بديت بروفيل عادي، باج عاديه زعما نورمال، والناس بغاوني وتقبلوني وحبوني والحمد لله وصلت لقلوبهم ولقلبك. حتى انت امل راها صاحبتي، تلاقينا في لبنان العام اللي فات، سنه يعني قبل كورونا، الصيفيه اللي قبل كورونا. يس، وصافي بقينا من ديك الوقت وحنا صحاب. انا عارفه منهم كيف هم حتى شي حاجه. بتفهمي امل؟ ابدا. مسكينه. لا حكيت لهم بس عن كيف تعرفنا انا وياكي. لا فهمت مزبوط يعني. لا بس عم بمزح. ساره، ايه لا اشرح لك كونسبت البرنامج. كل تحدي رح تكسبيه رح نعطيكي نحن نقطه من التحدي مع امل، وكل تحدي بتخسريه رح ناخذ منك نقطه. اوكي جاهزة. اخر شيء رح نجمع مجموعة النقاط، ويا سارة اذا ربحتي معنا اوف. شنو اللي ربحت؟ شنو؟ لا شيء. والو الكادو لا شيء، حرام عليك. سوري. اوكي معلش، انت الكادو ديالي. ميرسي ميرسي سارة. هلا انا معي بالبرنامج الصوت، هو بيعطي التحديات، والحلو انه بيعطيها باللغة الفصحى، فراح تكون واضحة وراح ناخذ منه اول تحدي. جاهزة؟ يس جاهزة. سيد صوت. التحدي الاول، الرجاء عدم الضحك، على الضيف الا يضحك على النكت العشر التي سترويها امل، عدد الضحكات المسموح بها 3. يعني أنا بدي خبرك 10 نكت، رح جرب قولهم بالفصحى حتى تفهمي علي وتخسري. حرام عليك، أنا هذه أكثر حاجة فيا، كنضحك بزاف. أوكي. بدك تجربي ما تضحكي. أوكي. جاهزة؟ نعم. أستاذ طلب من تلاميذه يرسموا شو ما بدهم، بس خلصوا لاحظ إنه في تلميذ ورقته بيضة، قال له شو عملت؟ قال له رسمت بقرة عم تاكل عشب. قال له طيب وين العشب؟ قال له أكلته البقرة. قال له طيب وين البقرة؟ قال له أكلت العشب وغادرت، ترك الورقة. وين صديقتي؟ ريان؟ ولا ابتسامة؟ لا. طيب، في ممثل مشهور كثير مشهور، عرض عليه دور برد لكنه رفضه. دور برد. شاف بنت بحفلة عرس، بقى ساعتين عم بيراقبها، وبالاخر قرب لعندها وقال لها ما بدك ترقصي؟ قالت له أكيد، ووقفت قام جلس مكانها. عامل خطة ليخد لها محلها. واحد بخيل جدا يا سارة، بخيل بخيل بخيل، اشترى موبايل بالغلط، حطه بجيبته من ورا.
جلس على الكرسي، سمع شي انكسر، قال لنفسه على أمل يكون هيدا عمود الفقر اللي انكسر. لا سارة عم تربح يا جماعة، لازم نعمل حل. يا سارة مش عم تحكي لي على ولا نكتي يا سارة. طيب خذي هيك، هذا تحدي، تحدي، برافو عليك، فخورة فيك. ولد قال لأمه، ماما إنه شيء يحير، أنت بتقولي لي المدرسة بيتك الثاني، وبالمدرسة إذا شافوني نايم بيقولوا لي شو مفكر حالك ببيتك؟ وقع بالحيرة، مسكين، حرام، بخيل عمل حادث وصار ينزل الدم من راسه، هو بخيل 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 يعني، عمل حادث صار ينزل الدم من راسه، مر شاب من جنبه، قال له بتحب أكلم دكتور؟ قال له لا لا لا، بس احكي حدا يجي يشتري الدم اللي عم ينزل. عم يعمل تجارة. اوكي، واحد بخيل كثير شاف مرته زعلانة ومعصبة، شافته مرته زعلانة ومعصبة، واحد بخيل شافته مرته زعلانة ومعصبة، سألته شو القصة؟ قال له الصيدلية، يعني الفارماسية، الصيدلية عاملة حسومات ونحن مش قادرين نستفيد لأنه ما حدا منا مريض. شو بخيل. اوكي، واحد غليظ جدا دخل على صالة السينما، لقى فيها شخص واحد بس، انه صالة السينما كلها فاضي وفي شخص واحد بس، اجا قعد خلفه مباشرة وقال له عمال معروف بعد راسك لا اقدر اشوف. شو غليظ. طبيب وصف دواء لواحد غبي، غبي كتير، قال له بتاخد منه 4 ملاعق باليوم، قال له المريض المشكلة انه ما عندي الا معلقتين بالبيت. طيب اخر نقطة، واحد وقع من الطابق الثاني وصل على الارض مكسر، تجمعوا الناس حواليه وصاروا يسألوه خير شو صار؟ قال له ما بعرف هلأ بعدني واصل. يس ضحكت سارة أبو جهد. يس سارة، حبيت انك تضحكتي لانه اخر شيء الواحد بيضحك حتى لو حيخسر لا شيء ما بيأثر. معليش. خلينا ناخذ تحدي جديد من الصوت. سيد صوت، التحدي الثاني مشاهير مع كمامات، على الضيف ان يعرف من يظهر في الصور من مشاهير العالم وهم يرتدون الكمامات، عدد الاخطاء المسموح بها خطأ واحد. يعني رح فرجيك صور مشاهير، اولهم انا. حذاري مين هالوجه؟ أمل طالب. أشهر من أن تعرف. لا عن جد حفرجيكي صور مشاهير، حأعطيك احتمالين وبدك تجربي تعرفي هن ولابسين كمامة مين هن. جاهزة؟ يس. أول صورة خلينا ناخذها سوا. هل هذه جينيفر أنستون أو نيكول كيدمان؟ جينيفر أنستون أو نيكول كيدمان؟ جينيفر. برافو، صورة معنا. مايلي سايرس أو مادونا؟ مايلي سايرس أو مادونا؟ مادونا؟ لا، مايلي سايرس قصديك. شو قلتي؟ ما سمعت قطش. قلتي مايلي؟ مايلي؟ يس. برافو، صورة بعد. هل هذه أوبرا وينفري أو ميشيل أوباما؟ أوبرا. واضحة. يس. مش أوبرا وينفري. ميشيل أوباما أو أوبرا وينفري؟ ميشيل أوباما. برافو، مأساة، you're on fire. بعد صورة، ميلانيا ترامب أو جوليا روبرتس؟ ميلانيا ترامب. ميلانيا ترامب. أوف،
واو شو هال من العيون عم تعرفيهن اخر صورة اوف هايدي عن جد بعيدة بيونسي او ريهانا ريهانا بيونسي برافو صح سارة يور اون فاير ما قادرة بدي هوي حلقتنا ولا اهضم مع ضيفتنا سارة ابو جاد حنروح بريك قصير وبنرجع خليكم معنا ورجعنا بعد الفاصل مع ضيفتنا ضيفة نجمة السوشيال ميديا واللي في حدا حدا رجعنا مع نجمة السوشيال ميديا سارة أبو جاد وخلينا ناخد تحدي جديد من الصوت التحدي الثالث تحدي غرض من السوبر ماركت على الضيف أن يطرح 10 أسئلة حدا أقصى ليعرف ما هو الغرض الذي ابتاعته أمل من السوبر ماركت سارة نسولك 10 الأسئلة باش نعرف شنو شريتي ايه بس العشر أسئلة بده يكون أنا فيني جاوب عليهم صح أو غلط يعني أنا بقلك ايه أو لا ما فيني ما فيك تسأليني شو لونه ما فيني أقول كلمة اوكي جاهزة يس 10 أسئلة بلشي أكل لا مجوهرات لا ميك اب لا لعبة العاب لا لا صعب هو صراحة موبايل لا وعاونيني ساعديني سيد صوت كم سؤال صار تسألي سارة؟ 5 بعد أن أسئلة معك مجال سأليني شيء معك 5 أسئلة بعد استعاني بصديق عم تستعيني بصديق ده غير برنامج يا سارة سجاير لا لا شو القيد عود الثقب واو واو اوه اوه واو سارة وما استعملتي كل الأسئلة واو أنا وعرة يعني شو هالحلقة الأون فاير يعني أون فاير عن جد خلينا ناخد تحدي جديد من الصوت سيد صوت التحدي الرابع تحدي إنسان حيوان شيء تسحب أمل كل مرة حرفاً وتطلب من الضيف أن يعطيها اسماً أو حيواناً أو شيئاً يبدأ بهذا الحرف عدد الأخطاء المسموح بها 3 سارة رح أسحب حرف وأسألك سؤال بهذا الحرف يعني أطلب منك تعطيني إنسان أو غرض أو فنان أو أغني بهذا الحرف جاهز؟ جاهز سارة Are you ready؟ نعم جاهزة حرف الميم أعطيني أو شيء بحرف الميم أو فنان مغربي راحل بحرف الميم Mm-hmm.
واحدة من الاثنين يعني هين شيء يعني ماشي لي دو غير شيء لا مش لي دو لا بس واحد بس شغلة واحدة يعني عم نهون عليك عم بعطيك احتمالين تنقي من يعني بحال ممحات ممحات برافو بحرف الميم يلا حرف بعد شو ما عرفتش فنن حرف الفاء أعطيني بحرف الفاء فنانة عربية أو فيلم مصري فنانة عربية فيروز واو كبيرة حرف الواو أعطيني بحرف الواو فنان لبناني أو طبخة وائل جستار أيوة ما أخذ مايك ثاني حرف الباء أعطيني بحرف الباء ممثل أجنبي كان زوج أنجلينا جولي أو ممثلة ومغنية مصرية حرف الباء كان زوج أنجلينا جولي براد بيت حرف العين حرف العين أعطيني أغنية لسميرة سعيد بحرف العين أو أغنية لإيهاب توفيق بحرف العين سميرة سعيد حرف العين لا 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 آه على البال يا عيني حبك حبك, حبك على البالي برافو سارة ما بقى عندك كثير ما بقى عندك كثير حرف النون بحرف النون أعطيني فنانة لبنانية بحرف النون أو فنان كويتي بحرف النون نانسي عجرم واو سارة لازم نجيب بعد أحرف سارة حرف الثاء ثاء أعطيني مرادف لكلمة غني أو حيوان بحرف الثاء ثري ثري بعد عندك ثلاث أحرف حرف الحاء حلو حرف الحاء أعطيني حيوان بحرف الحاء أو شيء حمار عزكم الله حمار بحرف الحاء بعد عندك حرفين أوكي. حرف الطاء حرف الطاء أعطيني منطقة مغربية بحرف الطاء أو طائر طنجة مدينة مغربية برافو آخر حرف آخر حرف حرف اللام أعطيني حيوان بحرف اللام أو نوع فاكهة أو خضار لبؤة لبؤة واو سارة واو ربحت يعني كل الأحرف كل الأحرف ما خدوش معاها ثانية خلينا نروح لعند الصوت التحدي الخامس ماذا تقول أمل؟ على الضيف أن يعرف ماذا تقول أمل وهي تضع في فمها قطعة تترك الفم مفتوحا عدد الأخطاء المسموح بها 3 نعم هافر أنا هافر شنو؟ هافر أنواصل فاصل ونواصل أجاري الليلة أجاري الليلة دال بيضاء حارس رسول حارس رسول حارس حارس
مشؤوم. حادث مشؤوم. ياه عيشة اغري. شنو؟ عيشة اغري. عيشة اغري. ايش ايش هيفاء. هيفاء هيفاء هيفاء. يرجى الانتقال للكلمة التالية. شفا حسون. شفا حسون يس أشراء للنغر. شنو؟ أسماء للنغر. أسماء المنور. يس لطيفة تونسية. لطيفة تونسية. يس طالب إلهي. شنو؟ طالب إلهي صابر رباعي. يس أمل وشوشة. أمل وشوشة. وشوشة أمل بشوشة. يس شيري وشعير. شنو؟ شيري وشعير. شيري شيري وسعيد. سيدي بو سعيد. يا انتهى الوقت. يس انتهى الوقت. خلينا نروح لعند الصوت لنعرف نتيجتك. مبروك للضيف، بلغ رصيدك علامة واحدة وربحت معنا لا شيء. السلام عليكم. مبروك ربحتي معنا كلها شيء بس مبروك. الله يبارك فيك. انت عم تبكي دموع الفرح صح؟ نعم. لا دموع الحزن. ليش؟ كان هدية الفوز لجميع المغاربة اللي غادي يتفرجوا فيها وحتى اللي ماشي مغاربة. سمحوا لي ما هديت لكم والو. سارة عن جد حلقة ولا أهضة وأنت ولا أهضة ونحن كتير انبسطنا فيك. شكرا حبيبتي. حتى أنا والله فرحت بزاف معك أمل. نتمنى لك أكيد التوفيق بكل شيء بتعمليه وتضلي هيك مهضومة محبوبة على السوشيال ميديا. شكرا. هيدي كانت حلقتنا. بشوفكن بس قبل ما فل وودعكم بدي اذكركم تتركوا تعليقاتكم على البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار الآن. باي باي باي.